نرحب بالمشاهدين الكرام في استوديو برنامج القناع. احنا اليوم يوم الخميس، دائما عندنا برايم خاص من خلاله راح نعرف منو اللي غادر البرنامج. طبعا هي هذه انظمه البرنامج، عندنا مشتركين اثنين دائما كل اسبوع يترشحون للخروج. الاول يكون هو الاضعف في اداء الاختبارات، والثاني اللي اختاره اصدقائه داخل الاستوديو. فهد كان هو الاضعف في الاختبار، هذا تقييم الفنان ريكاردوس يوسف. وسوزان هي اللي اختارها أصدقائها، 7 أصوات من 9 اختارها أصدقائها حتى تغادر البرنامج. اثنينهم الآن أمام تصويت الجمهور. الجمهور اليوم راح ينقذ واحد من عندهم، راح يرجع للبرنامج، والثاني راح يغادرنا. وأكيد احنا نتمنى التوفيق للجميع. أسبوع صعب كان زين. أرحب بكل مشاهدي قناة الشرقية ومتابعي برنامج القناع، وأكيد أرحب بشبابنا وبناتنا في استوديو القناع. نفس ما تعرفون هذا البرايم الثاني، وأكيد أنتوا راح تقررون منو اللي راح يبقى، فهد أو سوزان. الأسبوع الثاني كان أسبوع صعب، لأن الأسبوع الأول غادرت واحدة من البنات وقل عدد البنات، صاروا أربعة، وشباب زادوا قوة وعزيمة وإصرار. أكيد الأسبوع الثاني كان بضغوط، الاختبارات زادت، المفاجآت زادت، لاحظنا تطور مستوى الشباب بشكل عام. أكيد يعني بس مو بس الشباب، يمكن هم البنات. نعم. ولو هم بقلق، لا البنات والشباب، بس قصدي كشباب مرحلة عمرية يعني. قصدك نعم. زين البنات، أريد أسأل سؤال، أريد أعرف أنه نفس ما تعرفون أنه اليوم أكو مرشحة ثانية، فأنتم بخوف أنه يقل عددكم، شنو إحساسكم بهذا الموضوع؟ سوزان. والله صراحة أكيد أكو خوف أنه يقل عددنا، بس مو خوفاً من التنافس، بالعكس، لأن تعلمنا على بعض. يعني أعتقد رح يأثر بينا يعني نفسياً. البنات إحنا بنامة واحدة، نجي هنا مع بعض، فكثرة الأولاد علينا حتكون غير شكل، بس كتنافس وكتمثيل لا، بالعكس. إحنا هنا كنا كتلة واحدة، كنا فريق واحد، نحب الأفضل للغير مو مثل ما نحب لنفسنا. لا بالعكس، ما أعتقد حيأثر من ناحية التمثيل وناحية البرنامج، بالعكس. نعم. نسأل الشباب اليوم، إذا فقدتوا واحد قوتكم عزيمتكم راح تقلوا؟ لا طبعا إحنا راح نظل كل أسبوع راح نفقد واحد من عندنا، فما أعتقد إنه إذا أكيد راح نظل مثلا لا سمح الله إذا خرج فهد اكيد راح نتضايق، بس ما يعني انه راح عزيمتنا تقل، لا بالعكس. يعني شو انت متمني سوزان تطلع مثلا؟ لا لا ما فيش، لا لا انا سوزان صديقتي تستاهل هي تبقى، يعني الكل يعرف. بس مثل ما قالت سوزان، احنا هنا فريق واحد، يعني احنا مو فريقين بنات واحد شباب واحد. عملكم جماعي يعني. عملنا جماعي بالضبط، وكل واحد ينافس نفسه قبل ينافس الثاني حتى نوصل للناس صوره حلوه. ممكن انا احتاج بنيه وياي بالمشهد، هم يحتاجونه. بنفس الوقت اذا شفنا بالاسبوع الاول الشباب اكو منهم صوتوا بين بعضهم ضد بعضهم، البنات نفس الحاله الاسبوع الثاني، فالمنافسه هي مفتوحه، يعني ما بها شباب ولا يعني مو فريق. أوكي. يعني انتم فريق واحد ان شاء الله. احنا اصدقاء اكيد. اذا خلونا نشوف اهم اللمحات للشباب والبنات في اسبوعهم الثاني. الأسبوع الثاني مر بنفس الصعوبات اللي كان عليها بالأسبوع الأول وأكثر، وبدأ بزيارة للفنان ريكاردوس يوسف، قدم من خلالها محاضرة فن التمثيل، وشارك المتسابقين بأداء مشهد تمثيلي وتقييم المشتركين بعد الاختبار. أكسرها للكمبيوترات ترى. ما قال على الفيسبوك، أنا شو قال على الفيسبوك؟ شو قاعدة؟ لحد شكو قرفت 24 ساعة قاعدة بوحدي. الاختبار في الأسبوع الثاني صار أصعب، والمهمة هي توظيف 6 أدوات في مشهد تمثيلي من ابتكار المشتركين نفسهم. الله يعطيك روح. الله يخليك يا اختي. مو انا فهد اطفال. ها كناف. معقوله جت الخيمه لتسترني؟ فهد كان الاضعف اداء في الاختبار وترشح لمغادره البرنامج. انا ما اقول الأسوأ، ولكن ليس الافضل، يعني اكو افضل منه، بس هو يقف في الصف الاخير، اللي هو البارحه. يعني كنت اتمنى وارجو ان ما يكرهني لان انا احبه هواي، بارح اعطيته فرصه في اختصاصه، ما قدر ينقذ نفسه، ما قدر يتجاوز، يعني ينتصر على نفسه. اعطيته فرصه ان يغني حتى اسمع صوته. فهد. وبعد مجادلات ناريه بين المشتركين، اتفق 7 منهم على ترشيح سوزان لمغادره البرنامج ايضا.
الرياضة البدنية هي نشاط بدن المشتركين يمارسوه من أجل تخفيف الوزن والمحافظة على اللياقة البدنية. إذن نفس ما شاهدنا أنه كيف كانوا الشباب بأسبوعهم الثاني، ساعات مرت عليهم حلوة، ساعات كانوا أعصاب، وساعات ريلاكس، ساعات فرحة، وساعات أعصاب. إذن التصويت ما زال مستمر والأرقام موجودة أسفل الشاشة، بيدكم أنتم تختاروا منو اللي يبقى، سوزان أو فهد، كتلة الشباب اللي راح تبقى ثابتة وقوية، أم البنات اللي راح تزداد منافستهم، منو راح يبقى، سوزان أو فهد؟ أنتم أكيد راح تقررون. أكيد التصويت مستمر والأرقام موجودة تحت، يعني تظهر أسفل الشاشة، ولحد الآن الجمهور بإمكانه أن يغير النتيجة بكثافة التصويت اللي موجودة من أول لحظة أعلننا بها المرشحين للمغادرة. طبعا يعني هذا الأسبوع الصعب اللي حكت عنه زينة واللي شفنا لمحات من عنده أكيد ترك آثار عن المشتركين، لذلك إحنا نريد نعرف انطباعاتهم. أول شيء زينب، أريد أعرف هذا الأسبوع شلون كان وياك؟ هو كان أسبوع حلو بس كان واي واي صعب، وكنا كلش متوترين. أنت تغيرتي بهذا الأسبوع زينب، يعني صار لك تغييرات عند زينب، زينب بدأت تبرز نفسها أكثر، صار عندها تطور على مستوى الأداء وعلى مستوى العطاء داخل المجموعة أيضا. راح يستمر هذا الأسبوع الثالث؟ طبعا. وراح يصير أكثر. خصوصا أنه أنت مو بخطر اليوم بشكل عام. زين، نور، أريد أعرف نور، هل أنت تشوف نفسك بحصولك على أفضل أداء بالاختبارات هذه هي بداية وبعدين راح نرجع نتراجع لو؟ أكيد لا، أكيد لا. شلون كان الأسبوع بإعلان أنه أنت الأفضل بالأداء؟ أكيد، يعني هذا الشيء فرحني وشيء أسعدني واجد، وأسعد يعني الناس اللي جاي يتابعون البرنامج. بس حقيقة لا، هذا الشيء ما راح يقلل من عزيمتي، بالعكس يعني سو يعني خلى هذا الشيء حمل علي أكثر، مسؤولية أكبر، وإن شاء الله إن شاء الله أتحسن وأصير أحسن وأحسن. أكيد واحد لازم يتقدم لقدام ويرجع لي، يعني ما راح تسترخي مثل ما يقول. أكيد لا، أكيد. إحنا هسه يعني نروح من نور، إحنا راح نسمع كل الشباب، نروح إلى صابرين. صابرين يعني أسبوع من الشحن والتوتر والعصبية كان، فشون مر عليك هذا الأسبوع؟ كان أسبوع كلش 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 صعب، بعتقد كل هنا أصدقائي يتفقون وياي، كان توتر هواية، صارت عندنا مشاكل بين بعضنا هم، لأن التوتر زاد علينا أكثر وأكثر، وأعتقد كل أسبوع راح يزيد التوتر هذا وراح يصير أصعب وأصعب. بس أنا أحب أذكر نقطة كلش صغيرة، بالوقت ما صار التصويت على سوزان وفهد وهاي، خاصة مني بدأ أشياء أبداً مو حلوة ما حبيتها، فأنا أحب أتأسف أول شيء للجمهور اللي كان تابعنا لايف، وثاني شيء لكادر القناة كلها، وثالث شيء أعتذر اعتذار خاص لزميلي فهد، لأن وقتها كنت معصبة من عنده كل شيء. هو طبيعي يعني أنتوا بشر، أي أكيد حالكم طبعاً أكيد أنا أتفق وياك بهذا الشيء، بس أنا أتمنى أنه يقبل اعتذاري، وإذا طلع أتمنى له التوفيق أكيد، وإن شاء الله يستمر، وإذا بقى ونتمنى هذا الشيء طبعاً كان إله أو بالنسبة لأختي سوزان، أنا أعتذر منها كل شيء هواية، لأنه صراحة ما أعرف شو أقول لها، بس أتمنى تقبل اعتذاري بهذا الشيء. إحنا بس أنا أحب أتداخل بالموضوع أيضاً، بأنه يعني أحب أقول للجمهور بأنه مشكلة تلفزيون الواقع أنه يظهر الناس على الطبيعة اللي هم دائماً متعودين يعيشون بها، كنا نتعصب، كنا نفقد أعصابنا. كنت حسيت فهد يريد يتداخل أيضاً بالموضوع ويضيف. بس حابب أشكرها لأنه اعتذرت أول شيء، بس أنا حابب أقول للناس اللي شافوني أنا أعتذر، خاف طلع مني مثلاً كلمة أو على صوتي، فأني أعتذر وأشكر مرة ثانية صابرين. زين، يعني داليا أنت شو تقولين؟ نفس الرأي، يعني أنا هم أعتذر يعني من الجمهور، وأعتذر من كل زملائي إذا صدر مني أي شيء، يعني إحنا بالنهاية بيناتنا يعني إحنا إخوان، وبيناتنا روح منافسة، بس روح منافسة يعني حلوة وشريفة يعني، وأنا أعتذر منهم كلهم يعني إذا صدر مني أي شيء. زين، أوس أنت همنا يعني، مع أنه أنت مصدر الكوميديا داخل البرنامج روح، لكن أنت أيضا صرت عصبي وتوترت، ناس استغربوا وقالوا إيش عجب أوس يعني هيجي. سبب التوتر المرينا بيه بالأسبوع هال إحنا بيه، وثاني شيء سوء فهم صار بيني وبين أختي سوزان، أقدم لها اعتذاري أول شيء،
وثاني شيء احنا اخوه هنا، قبل ما نكون اصدقاء احنا اخوه هنا، ونبقى احنا اخوه واصدقاء بالبرنامج وبعد البرنامج ان شاء الله. زين سوزان انت شو تقولين؟ اني اول شيء اوجه اول شيء اني مسامح الجميع. احنا اعرف اني مره بنفس الظروف بنفس التوتر وبنفس الضغط اللي موجودين، مسامحتهم على راسي من فوق. واول شيء اريد اقدم اعتذار جمهورنا العزيز اللي دا يشوفني، اللي شافني البارحه بحاله كنت جدا عصبيه بيها، فقدت بيها اعصابي، اعتذر منه وعده انه ما كرره، اتمنى يقبل اعتذاري ويقبلون اعتذاري كل زملائي اذا على صوتي بس هاي مو اني، واسفه كلش لان كان ضغط جدا علي قوي. طبعا هو يعني ممكن انه الجمهور من دا يسمع هسه كلامكم يظن بانه موضوع هو تصفيه حساب، لكن هو مو تصفيه حساب. خلينا نقول يعني نقول الامور مثل ما هي. يعني احنا مرات في مباراه كره قدم قد يكون اثنين اصدقاء قاعدين يصيرون اعصاب، وواحد يحكي ويا صديقه واخوه كلام ما ينقال، بعدين من يراجع نفسه راح يلقى نفسه انه مثل ما نقول احنا بالعاميه رحنا زايد، احمد الجماعه راحوا زايد. يعني انت كنت تهدأ واحد باللايف، يعني اني صحيح يمكن كنت تهدأ واحد، لكن احنا ببرنامج واقع، برنامج واقع 24 ساعه كاميرات علينا، بحيث اقل زله ممكن تتصور تنعرض. بس هالاسبوع يمكن صار انطباع شويه سلبي، لكن ماكو واحد بينا ما يغلط، يمكن اصدقائي وكل واحد منهم طلعت منه زله بسيطه. بس هسه اي تاتش صار، ممكن انا هذا التاتش صار بيني وبين اخوي ألف مره بالبيت. نعم. واحد ليش يمكن. وانت واخوك يعني اللي تعرفه ايوه 24 ساعه انا ممكن يصير بيني وبين تاتش شويه بس. ف ان شاء الله طبعا الناس يعذرونا كلنا، مو بس يعني حتى لو هم غلطوا واني لا اكيد يعني ممكن بالايام الجايه مئتين اغلط. ها يعني اكو تفاصيل ما يعرفها الناس، يعني مثلا احنا هذا الاستوديو بعد ما ينتهي التصوير به فالشباب يروحون الى الفندق، عندهم فندق خاص، والبنات يروحون الى فندق ثاني. فالشباب اللي ما يعرفون يعني اللي ماخذين تصور بانه اكو عداء وحرب بين الشباب، لا ما يعرفون انه البارحه مهند ونور بقوا محبوسين بالحمام نص ساعه، لانه احمد بغرفتهم بالفندق لازم لهم يعني طالما المي وببسي سطل مثل ما نسميه، مي وببسي واقفلهم ما يخليهم يطلعون. اكيد اكو اجواء حميميه داخل البرنامج، لكن احنا دائما نعرض الحقيقه كامله. مهند يعني تصير بيناتكم لحظات عصبيه وتصير بيناتكم ساعات من الفرح والمرح. انا بس اريد يعني احب اقول للجمهور انه احنا بشر، والبشر معرض لكل خطا. ضحكتي مهند. وكل بيت اي وكل بيت يعني بكل بيت عراقي او عربي تصير بيه مشاكل، وتشوف حتى المشاكل اللي تصير بين الاخوه وبين يعني حتى بين الاب والام وكذا، فتشوف ورا ساعه يقعدون سوا وياكلون سوا وواحد يحب الثاني. احنا هنا الفرق انه العائله بداخلها مو موجوده كاميرات توثق اللحظات هذه، لكن بهذا المكان كاميرات توثقكم اثناء فتره التصوير. اي فاحنا نحب يعني نقول للجمهور انه يعني كل عائله، احنا هسه عائله، فكل عائله لازم يصير بيناتهم حزازيات، لازم يعني يعني تظهر امور يعني على العصبيه او يعني ما اشبه به. فبس يعني خلي يعرف الجمهور انه احنا مو يعني احنا مو عصبيين ولا اي شيء، بعدين نقعد سوا ونضحك وناكل سوا، فخلي يعرف الجمهور انه احنا بشر وما معصومين. طبعا وانا هم انا احب اضيف بانه هذه العصبيه وهذا التوتر وهذا الشد وهذه المنافسه هي اللي تطور الشباب. يعني اليوم احنا عندنا مشهد تمثيلي اسمه التجربه النرويجيه اللي مثله اوس وزينب ومهند، راح تشوفون انه الشباب شلون تقدموا على مستوى التمثيل. زين زين يعني مشهد كان انت ما اقدر بعد ما حكيتي بعد سولفي والجمهور يشوف اكيد. والمشهد الناس راح تشوف وتحكم، لان حيكون من بطوله نجومنا، نجوم برنامج القناع زينب واوس ومهند، والتصويت ما زال مستمر، انتم بيدكم تقرروا منو اللي راح يبقى ومنو اللي راح يغادر. خلينا نشوف المشهد من بعدها راجعين.